موجودين هون برضو بأسفل جبل الزيتون بمنطقة وادي كدرو محل ما اندفنت العذراء مريم. ده قبر العذراء مريم. احنا اللي كنا فيه امبارح ده محل ما تنيحك جابوها ودفنوها هنا كأي امرأة يهودية بهذيك الفترة. وشفنا على سهل جبل الزيتون كيف كانوا يدفنوا اليهود بهذيك الفترة. المكان اللي قدامنا ده مبنى صليبي من الفترة الصليبية 1099. كل الكنائس اللي شفناها إما كاثوليكية أو أرثوذكسية. هون الكنائس أرثوذكسية بس مقسمة لثلاث طوائف. عنا الطائفة القبطية وعنا طائفة الروم الأرثوذكس والطائفة الأرمنية هن اللي بيحكموا هذا المكان. زي مكان نياحة العذراء لما ننزل تحت نروح على القبر. قبل ما ندخل القبر العذراء وننزل وننحني في عنا صورة للعذراء مريم وهو المسيح أجا أخذها. إحنا بنقولها الأسامبشن لفيرجن ماري مش الأسانشن الأسامبشن. جاء أخذها زي طفل طاهر على المدخل. وإحنا نازلين بنص السلالم على يميننا في قبور عنا قبر يواكيم وأنا وعلى الشمال عنا قبر ميليساندا اللي رممت القبر بال 1152. هي كانت صليبية واحدة من الإمبراطورين الصليبيين واللي رممت المكان هذا. القبر فاضي طبعا. القبر فاضي زي باقي زي قبر السيد المسيح. والقبر نقدر نشوفه بوضوح انه عبارة عن أركوسوليوم أوسي مع القبر. ده القبر الانفرادي. عندنا بوشنا على طول هناك مدخل لمغارة الجسمانية. المغارة اللي جلس فيها المسيح مع تلاميذه قبل ما ينتقل من المغارة ويتركهم ويتم القبض عليه بساحة الجسمانية. احنا بنحتفل بعيد العذراء مريم بعيد بشهر أغسطس. لا احنا بشهر 8 ب 24 8 ابونا 22 لحديد 6 9 اللي هي بتكون الاحتفال ده لما سرقوا الايقونة العذراء وقدروا يرجعوها بعد 13 يوم. احنا هندخل القبر وننزل تحت. شفتوا في مجموعات كبيره قبالنا موجوده. باللحظه اللي بنخلص فيها القبر ونرجع السلالم اذا عاوزين نزور كنيسه المغاره. انا ابونا انا بفضل عشان القبر بضل فاتح والكنيسه بتسكر على 12 دي يروح يزوروا المغاره بالاول ياخدوا صور بعدين ينزل الكنيسه ونتجمع كلنا. المكان فاضي اقول لك المغاره الساعه كام؟ المكان فاضي. يلا الساعه احنا تنيحت القديسه الطاهره مريم العذراء ولدت الاله حيث عاشت بعد صعود ربنا يسوع المسيح الى السماء في بيت القديس يوحنا 15 سنه. فعلمت بالروح القدس بموعد انتقالها ففرحت واجتمع الآباء الرسل فباركتهم السيد العذراء. ثم جاء السيد المسيح بنفسه مع ملائكته القديسين واستلم روحها الطاهر وصعد بها إلى السماء. أما جسدها الطاهر فكفنه الآباء الرسل وحملوه إلى الجثمانية يدفنوه في جبل يهوشافاط. وفي الطريق حاول أحد اليهود منعهم من ذلك وأمسك بالتابوت فانفصلت يداه عن جسده وبقيتا معلقتين فندم وبكى على سوء فعله. وبتوسلات الآباء الرسل القديسين عادت يداه كما كانت فآمن لوقته بالرب يسوع. ثم أكمل الرسل سيرتهم حتى وصلوا سيرهم حتى وصلوا الجسمانية ودفنوها هناك بإكرام جزيل. وكانت سنو حياتها على الأرض نحو 60 عاما. شفاعتها المقدسة فلتكون معنا. آمين. أنت Yeah.
أمهاته في ميلادك حفظت البتولية وصلتيها وفي نياحتك ما أهملت العالم وتركتيه يا ولد إياه لأنك انتقلت للحياة يا أم الحياة دائما فبوسائلك انتزي من الموج نفوسنا آمين. آمين.